والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى أسد الله أسد الله وأسد رسوله خاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى ولديه سيدنا الحمامين أبي محمد محمد بن الحسن وأبي عبد الله بن حسن رضي الله عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعلى أمهن المعظمين عند الله وعند الناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمر بن حمزة وأبي فضل العباس رضي الله عنهما وعلى طلال الأفراد المباشرة بجنة الصلاة والسلام الدائمين المتلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والفسقة وجميع المخالفين. اللهم خلد ملكنا وسائر ممالك الإسلام واجعل رؤسائها وأمرائها على صراطك القديم ووفقهم أن يقيموا الأمن في العالم بك من العدل بين الناس بالقسط المستقيم. اللهم انصرهم وانصر مساكنهم وأمن اللهم حافظهم وناصرهم وأذل بسعيهم رقاب الفرق الباغية الفضلة أيام بيده أمر الدنيا والآخرة. اللهم أعز علماءنا والمسلمين ومسلمانا ومجاهدنا واجعل